هولندا باللغة الهولندية هي نيدرلاند، وهي دولة تأسيسية تشكل الجزء الأوروبي من مملكة الأراضي المنخفضة التي تتكون رسميا من جزء أوروبي يضم 12 مقاطعة، بتقع شمال غرب أوروبا. وجزء كاريبي يتكون من 3 جزر في البحر الكاريبي بأمريكا اللاتينية. يعني هولندا فيها جزء في أوروبا وجزء في أمريكا اللاتينية. الجزء الأوروبي بيحد شمالا ببحر الشمال من ناحية الشمال والغرب، وبلجيكا من الجنوب، ألمانيا من الشرق، وتشترك في حدود البحرية مع كل من بلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة. نظام الحكم في هولندا ديمقراطي برلماني، عاصمتها الرسمية هي أمستردام. بيقع مقر الملك والحكومة في لاهاي، وميناء روتردام هو أكبر ميناء في أوروبا، بصل حجمه حجم الثلاثة موانئ التي تليه مجتمعة. كان أكبر ميناء في العالم في الفترة من 1962 إلى 2004. بيقع حوالي نصف مساحة أراضي هولندا تحت مستوى سطح البحر، في منطقة يقطنها حوالي 21% من إجمالي السكان، بينما يقع نصف أراضيها الآخر في أقل من متر واحد فوق مستوى سطح البحر. وهذه السمة الجغرافية هي التي أعطت للبلاد اسمها الأراضي المنخفضة اللي هي بالهولندية نيدرلاند. بتستضيف في أراضيها مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وخمسة محاكم دولية موجودة في لاهاي، هي محكمة التحكيم الدائمة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وتقع مقر المحاكم الأربعة الأولى في لاهاي تماما كما هو الحال بالنسبة لمقر وكالة الاستخبارات الجنائية التابعة للاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون القضائي الأوروبي، مما جعل البعض يطلق على المدينة اسم عاصمة العالم القانونية. التقط كاميرا سودانية 24 في أمستردام، وحقيقة هو في لاهاي، بأقدم 2 جو خشوا هولندا، وكان عندهم قصة جميلة جدا. السلام عليكم، تحية من هولندا لكل شعب السودان الشقيق ولأهلنا في السودان. أنا ناجي نصيف من مواليد عطبرة، وجيت هولندا هنا سنة 1970، وكان تقريبا 31 ديسمبر الساعة 11 بالليل وصلت مطار سخيبول بتاع أمستردام. وفي الحقيقة دي كانت رحلة مفاجأة، يعني قررت كده فجأة إني أطلع أزور أي دولة برا في أجازة، وكان لي صديق في السودان، يعني قال لي أخوه في هولندا أمشي زوره وانبسط وغير جو يعني. وفي الحقيقة جينا، لكن مع الأسف الشديد لما وصلت هولندا هنا ما كان عندي أي فكرة عن هولندا ولا اللغة ولا أي شيء. وكنت فاكر المكان الماشي ليه حاجة بسيطة، ركبت تاكسي ولقيت التاكسي ده الساعة 11 بالليل ماشي يعني في خلا في فراغ بالليل، وكان الناس كلها محتفلة برأس السنة والكريسماس وبتاع، فكانت حاجة جميلة يعني بالنسبة لي. وصلت في الحقيقة للعنوان اللي كان معي، ومع حظي يعني السيء برضو ان الزول الماشي ليه غادر البلد، فكانت صدمة كبيرة جدا جدا. طبعا ما عندي غير كلمتين عربي بتتقالوا، اصلا ما جايين لا عندنا لغه ولا انجليزي ولا اي شيء. لكن الحمد لله يعني الناس هولنديين استضافوني، وتعرفت على بعض الاخوان من السفاره المصريه، ما كان في سفاره سودانيه طبعا، وساعدونا واستقريت في البلد دي. اخذت مده طويله طبعا،
إقامتي خلصت والباسبورت انتهى والتأشيرات خلصت وكانت البلد بسيطة جدا، يعني الناس كانوا بسيطين جدا 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 ومحبوبين جدا، والشعب الهولندي ده شعب راقي جدا جدا. يعني حياتنا مشت ونسينا ان احنا جايين اجازة والتأشيرات خلصت، واستمرينا فيها مدة طويلة جدا لغاية ما رجعت السودان تاني. يعني ومشيت اشتغلت تاني في السودان، اشتغلت في التصوير. انا طبعا كنت مساعد تلفزيون في الاعلام، ورجعت اشتغلت في التصوير مع استوديو بتاع خرطوم جنرال ستورز، كرتون جنرال ستورز. وبعدين ما ركبت دماغي برضو، قررت اني لازم ارجع هولندا تاني. السلام عليكم، اهلا بكم في هولندا، ونتمنى لكم اقامه سعيده ان شاء الله. انا اسمي عبد الرؤوف مدثر احمد من شماليه من الجوليت. طبعا انا ما عملت معاناه زي الاخ ناجي، انا جيت حكايه سهلت لي. يعني انا جيت من الاسكندريه لبلجيكا، كان في خالي الله يرحمه موجود في بلجيكا، فمن بلجيكا جيت سنة بالضبط هنا يوم 80، سنة 80 في هولندا. فجيت طوالي الحمد لله توفقت، اشتغلت في السفارة السودانية في لاهاي. ومن الوقت هذا كان شغال في السفارة السودانية، كان العلاقات اتقطعت من السفارة السودانية، مشيت السفارة السعودية، وحاليا أنا بشتغل في السفارة الكويتية لحد الآن. فمتزوج من بتعمية سودانية الحمد لله، عندي من الأطفال 4 ولدين وبنتين، تخرجوا من الجامعة والحمد لله. قعدنا في هولندا، يعني بقينا ناس هولنديين. يعني رجعنا هولندا واستمرينا فيها، واشتغلنا كل أنواع الشغل اللي فيها، يعني من نظافة، من أصحاب محلات، لبزنس، لكله. وفي الحقيقة فضلنا قاعدين عزابة كده زي ما بقولوا لغاية سنة 83. قررت رجعت السودان، عرست من بيت بلدنا هناك إن شاء الله يعني، والحمد لله زوجة صالحة، وربنا رزقني باثنين أولاد، والاثنين اتعلموا في الجامعات كويس واستقروا هنا، ونحن أخذنا الباسبورتات الهولندية وعايشين. وأخ عبد الرؤوف طبعا واحد من الناس الحبايب، حبايبنا الجوا بعدنا يعني بفتره بسيطه، ما مش ما انت ما تاخرت 80 انت جيت في 80. طبعا الاخ ناجي نصيف، اول مره تقابلنا سنه 81 في السفاره السودانيه، كان هو زول قديم طبعا، فبقينا نلجا له لاي حاجه عاوزينها عشان تاسيس السفاره و البلد كيف ونمشي وين ونجي من وين ومعارف ايه. فكانت عملية انه نحن قابلناه في السفارة، من الوقت هذا زول بقى صديقنا، وبقينا حياة أسرية والحمد لله. يعني فتذكر الكلام هذا لما كان ايام علي احمد محمد، علي احمد محمد صالح وكذا، تاع السفارة وكذا ان شاء الله. طبعا سنة 90 السودانيين ما كانوا كتار، 200 نفر، أقل من 200 كمان، يعني من 200 يعني تقريبا. وفي الحقيقة كوننا أول تقريبا ما يسمى الجالية السودانية في هولندا، كوناها. وكانت الأخت سوسن هاي كانت القنصل، وإنسانة ظريفة جدا، ساعدتنا وفتحت السفارة وعملنا الانتخابات وترشحت لرئاسة الجالية، واستمرت لمدة 6 سنين. والحمد لله كانت يعني علاقة أخوية جدا جدا، لغاية ما ابتدت المشاكل تبتدي بقى والتعصبات طبعا زمان كان احنا قلة قليلة جدا. فأنا متذكر كان أيامها كانت البواخر السودانية في روتردام، فكنا دائما بنتمنى اليوم اللي تجي الباخره السودانيه، بنمشي عندهم هناك في الباخره من يوم الجمعه السبت الاحد، فبنقعد معاهم نتونس معاهم، ناكل القراصه التركين الحياه دي كلها. فكنا يعني كانوا كنا قليلين جدا.
فابتلاع من سنة 90 96 بقى الأخوة السودانيين جو كتروا شوية، فهي جالات موجودة لكن يعني لحد الآن يعني ما متلمين في حتة واحدة إنه نبغى جالة كبيرة. كل منطقة لها جالية، كل منطقة لها جالية، لكن في الأعياد وفي المناسبات بنجي بنجمع كلنا في الدار البيت السوداني أو في النادي النوبي أو في الأسرة السودانية، فالعيد هنا، الفطور هنا، الغذاء هنا. فبالطريقة دي احنا بنقدر نكيف نفسنا مع العادات السودانية يعني، فحاول نوري أولادنا العادات السودانية كيف، احنا في السودان بنعمل كذا وبنسوي كذا عشان ما نفقد الهوية السودانية. يعني احنا جينا شوف على صغار حس كلنا بزوجاتنا وأولادنا، وفي جيل جديد طلع يعني ضخم جدا في هولندا هنا، بنات وأولاد ما عندهم أي فكرة عن السودان، ما عندهم أي فكرة بلدنا دي شنو ولا أصلها شنو ولا بتاع. عشان كده بنحاول بقدر المستطاع إن نجمع الناس، لكن العنصرية والقبلية ضاغطة على على الناس. فإحنا لو قدرنا نشيل العرقية والعصبية مننا حنتجمع كويس، لأن في كمية رهيبة جدا من السودان. إحنا حوالي كم يا عبد الروف؟ 7000. والله 7000 6000، لكن معظمهم هاجروا لبريطانيا، الهاجر لبريطانيا، الهاجر لفرنسا، الهاجر لكندا، لكن ستيل إحنا يعني عددية كبيرة جدا، فواحد بيحاول نلمهم ونعمل لهم جالية ولا نقدر المناسبات الأعياد والرمضان والرمضان نحتفل بها في رمضان دائما، الإفطار الجماعي من كل الاتجاهات. احنا هدفنا كله حسة يعني انا واحد من الناس تفكيري كله في الجيل الجديد الطالع، يعني احنا اولادنا حسة ده اهم حاجة عندنا. احنا خلاص كبرنا وعارفين السودان وعارفين، لكن حسة عندنا جيل جديد طالع بنات واولاد، يعني الهوية بتاعتهم ما معروفة، ما معروف انه ماشوا في الهوية الاوروبية دي ولا ماشيين في الهوية السودانية بتاعتنا. فلازم ديلي كل يوم مدارس نوادي سودانية لهم توعية، فاحنا بنحاول بقدر المستطاع بنقدر نعملها لهم انه احنا سودانيين واحنا ناس مسلمين واحنا كذا، فعاداتنا تقاليدنا وكذا، فبنقدر بنحاول نوديهم الجوامع، نوديهم النوادي، اللمات السودانية، رمضان والأعياد، نشعل لهم الأعياد ورمضان والحياة دي كلها يعني إن شاء الله. بالتعاون مع النادي النوبي في لاهاي نظمنا رحلة للأسرة الجالية، وبرضو شاركنا فيها الفنان الكوميدي محمد عبد الله. ده قالوا واحد جاء الجزارة دار يشتري له لحمة وقروش وحبة، لكن يعني عارف يعني اللحم وكده وبتاع. ده قال لهم السلام عليكم زي الحال، أدينا عليك الله كيلو إلا ربع، أدو كيلو إلا ربع فات. جاء واحد يقف قال لي يا أخي اسمع السلام عليكم يا أخي، أنا دار لي لحمة ضان. أثناء الجزار دار يمشي يجيب اللحمة الضان وطال عنده بقر وضان، في كديسة جات من هناك كبيرة طق طلعت في الترابيزة. الزول جاين كده قال للجزار قال له اسمع ادي الكديسة دي كيلو عليك الله عجالي، ها اديها كيلو عجالي، الكديسة ادوها كيلو عجالي ضربت باشا قالت اديها كيلو ضام، ها اديها كيلو ضام، كيلو عجالي كيلو ضام، اديها نص كبدة عليك الله نص كبدة. المهم الكديسة كانت لها زي 1000 جنيه. الزول داري مش الجزار قال له يا زول هوي قروشنا يا اخي، قال له انا مترجم بس ما عندي قروش. ده بتاع الحافله جبار جبار جبر جد يا جماعه، يلا يا اخوانا راح اكون ماشيين والله، قالوا الليله دي عيانه والناس دي كلها عاملين شيرنج، راح اكون يا اخوانا الليله عيانه راح اكون، لموا القروش رجوا الحافله. باقي مره واحده وعمك مضربها يعني شايل منهم 50 50 50 50، والمره دي ما جات. الجماعة يا حاج ما تمش، قال لا صبروا يا اخي المره دي ما جايه. هاي اخواني هوي عليك الله يا اخي عليك الله، هسه يقولوا يعني هاي عشان 50 حتقف لنا. اروح يا اخي اروح يا زول هوي، انا ما بتحرك ساي، انا ما بتحرك ساي، لمن المره تجي المره جايه من هناك وتكورك هوي يا نسوان هوي هوي. الراجل قال له ها ما جات يلا ها. قالت له هوي يا رجال هوي، المره اللي ماشيين لها بقت كويسه وطلعوها من المستشفى.
دي عروسه قال له يا اخي انت بكره عرسك. قالت بكره عرسي؟ كيف يعني؟ قال لا والله يا اخي في زول اسمه عبد العزيز قال داري يتزوج لكن ما داري يشوف العروسه. هي يعني ما شينا شديد ولا نص نص كده. ما داري يشوفني بطريقته. ما في مشكله. المهم قالت لهم يا اخي العرس اجلوا لي شويه شهر. كيف؟ شهر كيف؟ اي شهر. اتاري مخططه في الشهر تمشي الكوفير. تقعد 30 يوم، اربع جماعات. مشت الكوفير اول حاجه عندها زي جلحات كده تشك 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 قفلوا لها الحواجبين ديل صغار جابوا لها حواجبين تركيبه طرج طرج ركبها. المهم جيوها لك خلوها لك زي القاطعين مجلة سيدتي. يوم العرس جات العروسه اسمها هويده. الجماعه ابشروا ابشروا هي ماشيه بالراحه هي هي بالراحه بالراحه الحاجات دي كلها تركيبه بالراحه بالراحه. المهم بجاي 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 جابوها قعدوها في الكوشه. العريس مسكين اسمه عبد العزيز قاعد ابشر انجهونا 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 اي باشا قال لهم ازيكم كيف مبروك الله يخليك قاعده والحفله مدوره الفنان بس مسك الماي كده لا في سحاب لا في غبار لا في عجاج مطره شو مطره مطره من ابو كديس. الجماعه كلهم وبا علي العريس اكل في شنو؟ اكلوا في حله سجمنا قوم يا بيت النسوان تفرفخ وبتاع الساون لما الساون والواطدي والفنان شال العازفين بيتعنوا. المهم خلب العريس عبد العزيز وهويده قاعدين والمطر شو اول حاجه حواجبين تشك 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 الباروكه كذا جدد ما يا زول بس والعيون ديل كانوا اللي حمر. المهم بس بقت حاجه عجيبه خلاص هو عامل كده والمطر صابه هي اسمها هويده عيل لها كده بس لقى الصلاه ولقى قال لها يا هارون جيبي سفه. وعن اثر الهجره على الفنان تحدث الاستاذ الفنان انور عبد الرحمن وايضا اخونا بكري من الدراميين الموجودين في هولندا. انا حابدا كلامي بانه بمثل قالته حبوبتنا زمان عندنا مادح بساب البلد مشى في حته ثانيه الناس ما عندهم اهتمام بالمديح فقالت المادح ده زي البطيخه اللي بقطعها من عرقها صعب انها ثاني تقوم في عرق غير العرق الربت فيه وده حالي انسان عنده منتوج متعلق بثقافته متعلق ببلده متعلق بجمهور محدد متعلق بموضوع او قضيه محدده فالفنان إذا تهاجر من بلده أو غير جغرافيته وغير المتلقي بتاعه قطع الشك في معاناة كبيرة جدا جدا لأنه أنت بتغير معون جغرافي مكان جغرافي بتغير لغة بتغير ثقافة بتبدأ بتعمل في جيل جديد والحاجة دي عندها بعدين في بعد إيجابي وبعد سلبي البعد السلبي اللي هو انك انت ما رسالتك بتبقى ما لجمهورك الجمهور وطنك اللي بيفهم لغتك اللي بيفهم رسالتك اللي بيفهم مضامين اللي انت بتغنيها له او المرسله له وايجابيتها في انه الفنان لما يرتحل يشوف تجارب اخرى ثانيه بتكون قويه جدا في انه انك توصل الفن ده لثقافات ثانيه لشعوب ثانيه لاذن ثانيه لكن بيحتاج منك مجهود ان احنا بنفتقر لمؤسسات اللي بتنقلنا اداره يعني اداره الفنون انت يعني انت فنان يكون عندك اداره اعمال أو, او او شركه تدير انتاجك لازم تعمل حصيله بتاعت نتورك جيده تعرف بها العالم ماشي بنظام البرامج الدوريه المهرجانات فبالتالي انت المفروض تكون مستعدة لها سعر جيد بالتالي المفروض تكون انت قادرة في الأول تعيش حياة كريمة عشان تقدر تنتج إنتاج جيد فتغيير الجلد في الهجرة خارج الوطن بيأخر بيقل إنتاجك حبة وبيأخر بيأخرك
الى اجل محدد انت ومجهودك. هو زي صوت الساعة هسي خلفنا دي بنظام بنبرات محددة وبأزمنتها وبالتيمبو بتاعها. ارتحلنا للغرب الأوروبي ده من سنين عشان تحصل لنا حالة الاندماج وتحصل لنا حالة المعرفة وكده. فأخذت وقت لأنه أول حاجة أنت غير معرفتك للبلد وثقافتها يجب أنك تعرف لغتها, وعشان تعرف لغتها دي بتأخذ وقت. بساعد حاجة مهمة جدا بتساعدك أنك إذا أنت منظم أنت بتكسب, بتصل في وقت جيد بتكسب, يعني أنك بتعرف الدورات المهرجانات بتعمل 200, بتعرف المواعين الإعلامية بتستقبلك كيف, بتعرف الخريطة النشاط الثقافي 200, وبتحاول تنفذ ما أمكن حاجة تمثل الخريطة السودانية. قاعد تقابلنا مشكلة اللي هو أنه السودانيين منفذين الموسيقيين الفنانين المساعدين معك أول حين جغرافيتهم بتكون مختلفة, دي واحدة من الصعوبات, يكون ساكنين في أماكن مختلفة ما في منطقة جغرافية معينة. بتقابلهم وسائل الاتصال إنهم يصلوا بعض, لكن التكنولوجيا هسه ساهمت كويس في إنه الناس ممكن يعملوا اجتماعات بالسكايب, يعملوا اجتماعات بالفيديو, يوصلوا آرائهم, يقولوا أسماء الأعمال دارية غنوها, يعملوا ورشة, لكن لابد من تلاقي. فبتقابلنا مشكلة حقت إنه مرة ما بنقدر نعمل تمارين كثيرة, ولكن من يعني من خلال العام الناس بيعملوا أنشطة بجانب بنستهدف بعض الأنشطة السودانية على سنه في المهجر السي بقت في أجيال سودانية قاعدة برا, يجب أنهم يسمعوا غناء سوداني, يسمعوا تقاليد سودانية, يشوفوا أزياء سودانية, لأنه الاحتفال الفرحي الاحتفال الغنائي دائما قاعد يجيب الجمهور السوداني مختلف أعمار مختلف أزياء ومختلف حياتهم. حريصين برضو إحنا كموسيقيين ومغنيين في المهجر نتواصل يعني بالمجموعات ما بين مختلفة, ما بين هولندا وما بين إنجلترا. يمكن إنجلترا فيها غلبة الموسيقيين الممتازين وجيدين, فسهولة الوصول بتخلينا نعمل نشاط كثير جدا. يمكن أنا الثلاث سنوات الأخيرة دي في كنت موجود في إنجلترا, لا يخلو شهر إلا نحن كنا نشاط في واحدة من المدن, إما إن كانت إلى مهرجانات عندها علاقة بالدولة المستضيفة أو أنشطة سودانية. إلى حد كبير هي مشبعة, ولكن الإشباع الحقيقي بيتم لو كان الواحد في السودان. المشاهد المراقب المستمع قاعد تصلنا أولموس كل القنوات الفضائية السودانية, القنوات التواصل الاجتماعي, الإنترنت لعب دور كبير جدا جدا في مزالة إنه تكون متواصل في الحراك الثقافي الموسيقي الغنائي في السودان. أنا أحمد إنه الفترة الأخيرة في السودان يمكن 10 سنوات الفاتوا المستوى التنفيذ الموسيقي في السودان من درجة جيد جدا يرتقي إلى درجة ممتاز على مستوى التنفيذ الموسيقي, الاستديوهات, الفرق المصاحبة للمغنيين, في مخاض كبير جدا جدا, فيه ناس مجتهدين جدا شباب ورواد وأساتذة كبار جدا, ولكن المشهد العام الغنائي بيقعد يسيطر عليه بغاث القوم. لما تكتب كلمة غناء سوداني هابط في اليوتيوب بيجوك أكثر يعني بنسبة عالية جدا من فعلا غناء ما مسؤول ولا يمكن المفروض يقع يعني. ودي وسيلة بتاع التواصل مسخرة لنا, يجب أننا نستخدم استخدام إيجابي. يعني هسه لو عاوز أسمع أي حاجة خارج النص بمشي بكتبها أي اسم عشوائي بتجيك حياة يعني, لكن خطورتها أنه الحياة دي باسم السودان, بلغة أهل السودان, بأزياء أهل السودان, بإيقاعات أهل السودان. دي ملك للشعب السوداني الحر الفعل بسر أبلحم المر. أوي بعد الأريض
تسهلنا وسقنا وتراب نشتلنا يا ليلى ليلك جنة ومعشوقك أهوهنا وتورقنا دور ودنا وصاحب جلال ورنا يا ليلى ليلك جنة ومعشوقك أوه خدموه اللي بسو شرايتو كل زول فراي سرايتو يا ليلى ليلك جنة معشوقك أوه أنا وعدد السبعين مضرايتو صبروه غزو رايتو يا ليلى ليلك جنة معشوقك أوه عنا أهو يا العلماء والصوفية بعما وابكوا فيا يا ليلى ليلك جنة معشوقك أوه عنا وسابتي لك الخاصية يا سيد وداب صفية يا ليلى ليلك جنة معشوقك أوه عنا يا ليلى ليلك جنة ويا ليلى ليلك جنة يا ليلى ليلك جنة معشوقك. مرحب بسودانية 24 هنا في هولندا ومرحب بالشباب الزارونا من سودانية 24. في الحقيقة دا أتكلم أنا عن أثر الهجرة على الفنان. أنا طبعا درست دراما في قصر الشباب والأطفال وخريج الدفعة 18 في سنة 96 تخرجتها. والمهم الواحد بعد ذاك كان شغال هو في الدراما ولحد سنة 98. بعد ذاك الواحد من سنة 98 الواحد طلع اللي هو هاجر لأوروبا جينا هولندا هنا. فبقى النشاط بالنسبة في الدراما بقى صعب شديد إن الواحد يمارس النشاط الدرامي لأنه يعني الغربة ذاتها لها تأثير والواحد هو مهتم بالجانب الدرامي ده كثير لأنه كان في يعني الواحد حصلت له إعاقات كثيرة جدا فمنها أثر اللغة. هنا طبعا اللغة هولندية ما في لغة إنجليزية فبدينا الدراسة باللغة الهولندية والحمد لله خلصنا وقريت التربية الاجتماعية والتربية الاجتماعية يعني ورتني حاجات كثيرة كشفت لي حاجات كثيرة دي من الإيجابيات قبل ما أتكلم عن السلبيات. فمن الإيجابيات التربية الاجتماعية إن الواحد اكتشف حاجات ما كان مكتشفة في السودان. فمن الحاجات اللي اكتشفتها إنه أنا اشتغلت مع الأطفال اللي عندهم توحد فبعد ما اشتغلت مع الأطفال اللي عندهم توحد بدأ الواحد يرجع للنشاط الدرامي مرة تانية والحمد لله اشتغلت عرايس مع الأطفال اللي عندهم توحد واللي عندهم ذوي احتياجات خاصة بنقول إحنا طبعا والحمد لله قدرت أطور من العمل في المجال بتاع العرايس. وبعد ذاك اشتغلنا برضو دراما مع الأطفال ليل وهو كان طبعا في ناس سبقونا بتجارب هنا في هولندا زي أستاذ منعم وأستاذ ترويس وأستاذ مجيد واخذنا منهم هو بعد ذاك بعض التجارب وبرضو ما ننسى أستاذ عماد براكة. فديل من الناس اللي كانوا قدامنا واشتغلوا شغل جميل جدا هنا وقدموا برضو تجارب كانت جميلة. فأنا للأسف الشديد بضغط الشغل وكده ما واصلت معهم. فمن الـ من الـ من السلبيات إن الواحد زمنه بقى مضغوط فما كان في طريقة إن الواحد يتوفق في إنه يشتغل دراما حقيقية حقيقة يعني. والحمد لله الواحد في النهاية برضو يتوفق
انه يكون مواصل مع الشباب هناك في السودان، ولو في اي حاجه الواحد كان بيقدر يدعمون. من الشخصيات المتميزة قابلتنا في هولندا الأستاذ السحر، وهي متخصصة في التدريب الإنساني أو التدريب البشري. سحر محمد أحمد عبد الرحيم، خلطة زي كل السودانيين، اتولدت في القضارف أقصى شرق السودان، كبرت وتربيت في توتي، جزيرة قرية في نصف المدينة، الجزيرة الوادعة في قلب النيل. ابتديت بالسفارة الأردنية في لاهاي، مسكت لهم ويب ديزاينر للويب سايت تحت السفارة، ومسكت لهم الانترناشنال هيلب ديسك، كانت جامعة بين يعني كاستمر سيرفيس وويب ديزايننج، فترة بتاعت سنة وشوية. بعدها اشتغلت وزارة الداخلية الهولندية في خمنت أمستلفين، الخمنت اللي هي دائرة البلدية في أمستلفين عندنا المدينة اللي أنا ساكنة فيها، حوالي سنة ونص تقريبا. وبعدها اشتغلت في كونسلتنسي كمباني انترناشونال، كانت توأمة ما بين شركة هولندية وشركة بريطانية كان اسمها لوجيكا سي ام جي، قضيت معهم حوالي 5 سنوات تقريبا، لا والله 3 سنوات ونص. انتقلت بعدهم ل The International Netherlands Group والاختصار The ING، اللي هي Real Estate Insurance، عقارات وتأمينات وبنوك. كنا في الرئاسة المشرفة على الأقسام دي كلها. ولما أقول The International Netherlands Group، هي مؤسسة مالية ضخمة، كنا وقتها حوالي 135,000 موظف في العالم، الرئاسة هنا في هولندا ومنتشرين في كل دول العالم تقريبا. في قضيت فيها 8 سنوات. التدريب زي ما اكتشفت أنا في رحلتي للقرب من نفسي، إنه خليني أول حاجة أقول إنه يعني أنا هسا مدربة لي حوالي يمكن 5 سنوات، مدربة محترفة لي حوالي 3 سنوات. إنه مهما وصلت من يعني معرفة وعلم في يعني في التخصص بتاع التدريب، أنت نفسك محتاج لإنه يكون عندك مدرب. ليه؟ لأنك أنت هتبتدي تدرب أشخاص أو مجموعات في مواضيع مختلفة متفاوتة المستويات، فبيحصل وكمدرب مطلوب منك إنك تنشر الطاقة الإيجابية. يعني أكتر حاجة بتساعد في إنك تكون أنت مدرب، يعني أنا ما عايز أقول مدرب هو قائد، لكن أنت زي يعني بتفتح بصيص بتاع ضوء للإنسان اللي أنت بتدرب فيه. تدريب المجموعات ممكن نأخذ الحتة في التفكير الإيجابي، التفكير الإبداعي، إنك تحافظ على التحفيز جوا نفسك، والأهم من ده كله إنك تكون حددت هدفك في الحياة. تحديد الهدف في الحياة فيه نقطة مهمة جدا، حرجعك لنفس النقطة اللي كنت بقولها عن نفسي، إنه الزول محتاج يعرف نفسه، يعرف بنيته التأسيسية، يعرف تربيته. عشان كده زي ما قلت لك في الأول، أنا ولادتي في القضارف ونشأتي في توتي لعبت دور في إنه الشخصية الحالية دي تكون هي الشخصية اللي أنا هي في اللحظة دي. السؤال اللي بنبتدي به في معظم الأحيان، أنت منو؟ بسأله أنا للشخصية اللي أنا معها في حالة بتاع التدريب. الإجابة بتكون إنه أنا فلان أو أنا فلانة. بقوم برد عليه في الحالة دي بإنه تعريفك لنفسك ده ما أنت، تعريفك لنفسك ده الاسم اللي ادوك له أمك وأبوك يوم ولادتك، ما حاجة اخترتها أنت. لكن زي ما بنقول إحنا لكل من اسمه نصيب، فالاسم بعد ذاك بتجي معه ومعاني بترتبط به، ومع النشأة مع المجتمع مع ما حواليك بتأثر في الشخصية نفسها وفي مكتسبات الشخصية. لكن الإجابة بتاعت السؤال ده بتخلي الشخص يبدأ يفكر في إنه يعني هما الاسم، هو
أشياء متعددة، هو موروثات متعددة، هو خبرات مكتسبة متعددة، وبنواصل فيها دي الحتة بتاعت التفكير الإبداعي بعد ذلك في إنه يفتش عن نفسه عشان يلقاها. كدكه 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 عيدان كدكه كدكه ارتا كدكه عيدان النتي غوس كدكه شرطان نردي كان كدكه 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 ارتا كدكه سكراكي سويباني ميني شابون الهين اكر فرميني سكراكي سويباني ميني الهين اكر فرميني سكراكي سويباني ميني شابون الهين اكر فرميني جلي كاتشوني كاتشي ميني جلي كاتشوني كاتشي ميني ساكا ويداتا سندقوني ودانين نتيغوز كدكا 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 ارتا كدكا ايدانين نتيغوز كدكا شرطانينا مردي كن كدكا دولجي دون اغور اتشميني من فرد فيكا ديك اتشميني دولجي دون اغور اتشميني فرد فيكا ديك اتشميني دولجي دون اغور اتشميني من فرد فيكا ديك اتشميني مجيسين اغرى جيروني مجيسين اغرى جيروني ويدا ويدا تاسين دغوني ودانين نتيغوز كدكا 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 عيدان كدكا عيدانين نتيغوز كدكا شرطان ورديكن كدكا دولجي دون اغور اتشميني من فرد فيكا ديك اتشميني دولجي دون اغور اتشميني فرد فيكا ديك اتشميني مجيسين اغرى جيروني مجيسين اغرى جيروني ارساكا ويداتا سندقوني ودانين نتيغوز كدكا كدكا kedeka kedeka idan kedeka irtigos kedeka shortanga burdei ken kedeka بسم الله الرحمن الرحيم. انا فوزي محمد صالح احمد من الولايه الشماليه منطقه الجوليد من حله صغيره كده اسمها الناصراب. جيت هولندا في الحقيقة ما كان في تخطيط أجي هولندا زي ما تقول الأخضار يعني، ولا فكرت في يوم الأيام أكون هنا يعني. أنا جيت بلجيكا فكنت عندي أختي هناك، حتى السوداني طبعا الزول ما بيجي ساكت يعني، لازم يكون عنده حتة يركز عليها بعدين يجي. فجيت وكنت بدرس لغة فرنسية وقعدت في بلجيكا زي سنة تقريبا، الكلام ده كان سنة 84-85. وبعدين لقيت شغل في السفارة السعودية عن طريق أخونا عبدالروف مدسر، وبرضه من منطقة الجوليد المنطقة ده بيجروا بعض يعني، وقابلنا السفارة السعودية من الوقت ذاك، وبعدين نقلت لسفارة السودان. متزوج وعندي بنت وولدين. يعني أحب يعني نبذة صغيرة عن هولندا.
الواحد يمكن عاش يمكن عمره هنا أكثر من اللي عاشه في السودان. يعني أنا جيت عمري تقريبا 22 سنة بس عندي هنا 34 سنة تقريبا في هولندا. غير الشغل الرسمي اللي هو بنقول كده بناكل منه إيش، عندنا بعض الأنشطة الطوعية واللي بنقوم نعملها هنا في أثناء مش أوقات فراغنا، لكن عشان الواحد يلقى نفسه فيها يعني، فاللي هو شغل بتاع المنظمات تقريبا. فأنا كنت رئيس سابق للنادي النوبي، وبعد كده عندنا منظمة الخيرية، منظمة السودانية الهولندية للأعمال الخيرية، بنحاول نقدم بعض الخدمات للناس المحتاجين في السودان وكده. اشتغلنا مع نص المكفوفين، عملنا مشروع اسمه العصر البيضاء، فودينا كان شفنا برنامج في التلفزيون انه الناس الكفيفين ديل بيكونوا محتاجين لعصا عشان يعدوا بها الشارع وكده، فتكفلنا بجزء من العصيات دي وديناها للناس. ومشوا الاخوه سجلوا برضه مع المكفوفين ديل اللي غاوا جابوه، وبعد كده كان طلبوا برضه نوع من اليو اس بي والام بي 3 والام بي 4 عشان يعلموا به المكفوفين اللي هو التلغيم بتاع الدراسه وكده. فده واحد من البروجكتات اللي عملناها. وبعد كده جينا عملنا برضه كان لبينا نداء بتاع الفنان الجنوبي ده لما كان مريض اسمه منوت ايوه، قدمنا له دعم برضه كويس مع بطال. فمؤخرا قمنا عملنا حاجه اسمها، كان عندنا مشكله هنا كجاليات موجوده هنا في ترحيل الجسامين، يعني بتوفى لنا زول عاده بنكون عندنا مشكله كبيره في ترحيله من هنا للسودان، وكل الناس طبعا دايره تمشي تدفن في السودان بفضلوا كده يعني، فبكون في مشكله باعتبار انه التكلفه ذاتها بتاعت الدفن غاليه وكده. فاتفقنا مع شركه بتاعه تامين كبير باعتبار ندخل اكبر عدد ممكن من السودانيين من المشتركين وباسعار رمزيه يعني. فالحمد لله قدرنا ندخل عدد كبير جدا، وشركه دي بتضمن لنا اللي هو ترحيل كامل من والى السودان، وفي مبلغ برضه بتذكره بتاعه مرافق ومبلغ بتاع عزاء زي 500 يورو تقريبا حي بالشكل ده. فيعني الحمد لله الحاجات ماشيه كويس يعني لغايه هسه. هذا الانشطه اللي بنعملها، وفي انشطه ثانيه اللي هو الانشطه الثقافيه اللي بتشارك فيها الدول مثلا زي افريكا فيستيفال، البناده فيستيفال اللي بترفع فيها علم السودان بنشارك فيها. فدي تقريبا كل الانشطه اللي بنعملها. شكرا لكم كثير يعني. قدم التحايا وبقول لكل الاهل في الفتحاب كل سنه وانتم طيبين، وكل الشباب الدراميين بقول لهم كل عام وانتم بخير. انا عز الدين احمد بشاره المقيم في هولندا، اهدي تحياتي للشعب السوداني، كل عام وانتم بخير جميعا، وربنا يعني يسعد الجميع ان شاء الله. وتحياتي لكل الاخوه والاحباء بالسودان العزيز، وأتمنى من الله عز وجل أن يجمعنا في ساعة خير. دائرة طيب أسرتي وأهلي معي هنا، أقول لهم كل سنة طيبين، وطيب أمي وأبوي في السودان، وبعدهم طوال بعد أسرتي بتجي أسرتي الثانية اللي هو أسرة الفنانين السودانيين اللي قاعدين يضحوا كثير جدا في مواسم الأفراح في أنهم يفرحوا الآخرين غيابا خصما على فرحة العيد مع أسرهم. بحيي كل الفنانين السودانيين بمختلف مشاربهم بمختلف دروبنا الفنية، قول لهم كل سنة طيبين، وعليكم حمل تقيل تلون السودان، تفرح السودان، تنم السودان، ترتقوا بالسودان، تبقوا سفر السودان، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم، أنا الشفا، كل سنة انتم طيبين، حبوبة كوكو حمتو. أبدا نوبتي 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 إن جارت الأيام يوما فالظلم أبدا أبدا لن يدوم لن يدوم لن يدوم
سنعود يوما لا محال، سنعود يوما لا محال، سنعود يوما للنخيل إلى الجبال. يا سليل المجد أرض المهد يا طب القلوب، يا سليل المجد أرض المهد يا طب القلوب، يا طب القلوب طب القلوب. يلا كنت جن فجوروني، يلا كنت جن فجوروني، يلا كنت جن فجوروني، جونو غويرن فتيغروني. نوبا نوبا يننا ما ناري تكا مكسلتونا غنيرودي، أنا ما نسنج تلوسوني، نما نسنج تلوسوني. لا كنت جن فجوروني، لا كنت جن فجوروني، يلا كنت جن فجوروني، دونو غيرن فتيغروني. Nevia, jumen kofau sengi, gurbati gunoi fadawangi, kutan kutojan fajuro nelkau, elmen kau fatigroni, juwerangu fatigroni, noguwerangu fatigroni. Fatigroni, noguerangu fatigroni, kutan kutojan fajuro delkau, elmenkau fatigroni.